نحن ننظر إلى زيادة وتنمية العلاقات الثنائية المشتركة على جميع القطاعات الزراعية، الصناعية، الصحية، السياحية وغيرها من القطاعات الأخرى. ونعلم بأن الشراكة بيننا وبين هذه الدول دائما يؤدي إلى الربح إلى جميع الأطراف. كما تعلمون هنالك تجربة وخبرة تركية واسعة في هذا المجال. نحن جاهزون ومستعدون من أجل تبادل هذه الخبرات والتجارب في تنمية الاقتصاد مع إخواننا وحلفائنا في القارة الإفريقية.